كيف نظرت إلى ما قام به وزير الخارجية الأمريكي حتى الآن في جولته إن كان في المملكة العربية السعودية أو في القاهرة، وهو الآن في طريقه إلى إسرائيل وقد يكون قد وصل إليها؟ نعم، تحية لك أستاذ أحمد وتحية للسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسمرة حول موقفها الداعم اللامتناهي للاحتلال الإسرائيلي. عندما يتحدث بلينكين بالأمس في المؤتمر الصحفي في القاهرة على حق إسرائيل الدفاع عن النفس، وعندما يتحدث عن الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وما يصدر عبر مواقف متباينة في الإعلام ما هي إلا جزء من علاقات عامة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية هي تعطي ضوءا أخضر وتعطي غطاء سياسيا ودبلوماسيا للاحتلال الإسرائيلي، حتى في ظل الجهود التي يتم الحديث عنها أمام مجلس الأمن. هي تحافظ وتسعى لحماية الاحتلال وتسعى إلى ترسيخ مطالب الاحتلال والأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب، وتنسى المأساة الفلسطينية وتنسى كل هذا، كل عمليات القتل والتدمير الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، وهي الجزئية المهمة، أن إدارة بايدن الآن هي تعمل على عملية شرعنة دولية للاحتلال وللحرب على قطاع غزة لاستمراريتها لأطول فترة زمنية ممكنة. هذا الأمر لمسناه بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مباشر من خلال المواقف والتصريحات السياسية والحراك السياسي الأمريكي بهذا الاتجاه، وغير مباشر في الحديث عن عملية أن يتم توفير الإمدادات الإنسانية، ولكن وفقا للرؤية والمظلة السياسية والأمنية الإسرائيلية والأمريكية. وبالتالي نحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية متماهية ومتناهية بشكل كبير مع الأهداف التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي لهذه الحرب حتى هذه اللحظة، حتى في ظل الحديث عن موضوع جولة من المفاوضات وأن هناك جدية فيها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية في كل محطة ما زالت هي وكأنها تقول أن الأهداف الأساسية من كل ذلك هو تقديم مزيدا من التنازل للاحتلال الإسرائيلي، وليس إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الحرب. نعم، ولكن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن سيتم بحثه اليوم. نعم، وهذا ربما من القضايا التي أشرت إليها، أن كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعمل على عملية شرعنة للاحتلال الإسرائيلي ولهذه الحرب بشكل كبير على قطاع غزة. هذه الشرعنة تأتي في أن مشروع القرار الذي يتم الحديث عنه عن وقف مستدام، وهنا نريد أن نشير إلى أن هناك نوعا من استحداث المصطلحات الأمريكية من وقف مؤقت إلى وقف مستدام لهذه الحرب، دون القول عن وقف دائم ودون الوقف دون الحديث عن وقف نهائي لهذه الحرب. هذا جزء من التلاعب الأمريكي الذي يمكن أن يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت. وما الفرق سيد سليمان ما بين الدائم والمستدام؟ نعم، الدائم يمكن أن يكون هو نهاية الحرب بشكل مباشر ويكون هناك يعني وضع حد نهائي لهذه الحرب، لكن المستدام هو قد يكون على شكل هدن مؤقتة. هذه الهدن المؤقتة التي قد تتتابع، قد يتم استئناف الحرب مرة أخرى بها. والأمر الآخر هو لا يجبر الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ويربط، وهذا مشروع القرار هو نوع من الفخاخ السياسية الأمريكية، هو يربط تنفيذ هذا القرار ومخرجاته بالعملية التفاوضية وبعملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وبالتالي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تتناسى وجود قرابة 10,000 أسير فلسطيني، تتناسى ما يزيد عن 30,000 شهيد فلسطيني وعشرات ومئات الآلاف من الجرحى الفلسطينيين وعمليات التدمير الكاملة في قطاع غزة. كل هذا الأمر هو غير واضح وغير مؤكد في مشاريع القرار التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تمريرها في مجلس الأمن. وبالتالي هذه جزئية مهمة أنا باعتقادي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت في ظل التباين الإعلامي والظاهري في المواقف، إلا أنها ما زالت متماهية بشكل كبير. هي الآن يعني تستقبل وزير الجيش الإسرائيلي وبين يديه قائمة من المساعدات العسكرية وصفقات السلاح المتعلقة في الصواريخ والطائرات العسكرية، وهذا الأمر باعتقادي هو معاكس كليا لكل ما يتم الحديث عنه أمريكيا.
نعم، وأيضا التفاوض ما زال مستمرا، ورئيس الموساد يتجه إلى هناك، وهناك لقاءات من أجل استمرار هذا التفاوض. لماذا إذن البحث عن مفاوضات في حين أن الولايات المتحدة تبحث عن، أو إسرائيل تبحث عن أسلحة جديدة لدى الولايات المتحدة؟ نعم، التفاوض من المنظور الإسرائيلي هو يقوم على ركيزتين أو هدفين أساسيين. الهدف الأول إطالة أمد هذه الحرب من خلال إطالة أمد العملية التفاوضية، وهذا ربما يعني ما كان واضحا أن الجولة الحالية من المفاوضات هي تأتي بعد قرابة شهرين من اللقاء الأول لباريس، وبالتالي نحن نتحدث عن فترة زمنية طويلة، وفي ظل العملية التفاوضية لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ المجازر وعمليات القتل الممنهجة، ربما ليس آخرها ما يجري في مجمع الشفاء الطبي من عمليات قتل كاملة وعمليات إعدام مباشرة للطواقم الطبية وللمواطنين والمدنيين الفلسطينيين في المجمع. الهدف الثاني وهو واضح جدا أنه أن العملية التفاوضية تسعى إلى تخليص ورقة الأسرى من يد المقاومة الفلسطينية باعتبارها ورقة قوة يمكن المساومة عليها في أي مرحلة مستقبلية من مراحل الحرب. ولهذا السبب واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو يحاول أن يضع العقبات والعراقيل لإطالة أمد هذه المفاوضات، ويسعى أيضا لتوفير ضغط أمريكي على الوسطاء بهدف تحويل ورقة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى ورقة ابتزاز سياسي. هذه الورقة الابتزاز السياسي تكون واضحة من خلال التنازل عن المطالب الفلسطينية من أجل الحصول على ربما على رؤية سياسية مستقبلية. كل هذا الأمر كما قلت هو رغبة أمريكية إسرائيلية، وواضح جدا أن الهدف الأساسي حتى لا تخرج إسرائيل من هذه الحرب على أنها منكسرة، بل المسعى الأمريكي واضح جدا أن تكون إسرائيل هي المنتصرة، هي المتفوقة، وتضمن أن يكون لها تفوق سياسي، تفوق عسكري، وتفوق ميداني. ولكن هناك قرار من الاتحاد الأوروبي بدعوى لوقف إطلاق النار، يأتي في نفس التوقيت الذي يتم مناقشة مشروع القرار لمجلس الأمن حول وقف إطلاق النار، والمفاوضات أيضا لوقف إطلاق النار. ألا يبدو أن هناك احتمالية أقرب للتوصل لهذا الوقف أو هذه الهدنة؟ نعم أخي أحمد، يعني كل ما يطرح الآن على الطاولة الدبلوماسية والسياسية الدولية سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي حلول عرجاء، وهي غير كاملة وغير مستقيمة، لأنها تأخذ بالحسبان المصلحة الإسرائيلية وتتناسى المصلحة الفلسطينية، هذا بشكل مباشر. الأمر الآخر وهو المهم أن كل هذه الجهود هي غير ملزمة للاحتلال الإسرائيلي، وهي تبقى في إطار الرمزية أكثر منها الإلزام الكامل لتنفيذها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وتابعنا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط مشروع قرار سابق في مجلس الأمن أو الذي تحول إلى قرار في مجلس الأمن فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، وتم تشكيل لجنة دولية في ذلك، ولكن هذه اللجنة لم نشاهد لها أي تأثير على الأرض. كذلك الأمر القرارات المستعجلة التي خرجت من محكمة العدل الدولية وأيضا ضرب بها الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط. نحن نتحدث عن سلوك سياسي أوروبي غربي أمريكي هو أقرب لحماية إسرائيل من الملاحقة القانونية وملاحقة الحقوقية، هو يوفر شرعية لهذه للحرب على قطاع غزة، ويوفر شرعية لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا السبب باعتقادي يعني كل هذه الجهود حتى وإن تم الحديث في إطارها العام إلى محاولة وقف الحرب، لكن هذا الوقف هو غير منوط وغير مربوط وغير مرهون بإرادة سياسية واضحة جدا. عندما نتحدث عن الواقع الإنساني وواقع المجاعة في قطاع غزة، كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن يشرعا بشكل مباشر بإدخال المساعدات المتكدسة على المعابر البرية، وليس الحديث عن ممر مائي بحاجة إلى شهرين إضافيين حتى يتم تنفيذه، وعمليات إنزال جوية هي أكثر منها إلى الاستعراض الإعلامي. كل هذه الخطوات هي محاولات ربما كما قلت عملية إدارة لهذه الحرب، وليس مسعى حقيقي لإنهاء هذه الحرب. نعم، أيضا وزير الخارجية الأمريكي تحدث على
أنه يجب أن يتم وقف ما تقوم به إسرائيل فيما يتعلق بالمعاناة الإنسانية. هذه الكلمات لم تكن قبل ذلك تستخدم من الجانب الأمريكي، هل هناك تحول في هذه النقطة؟ صحيح، على مستوى الألفاظ والمصطلحات هناك تحولات، وهذه التحولات يعني تعطي مؤشرات ما، لكنها يعني هي تبقى غير مكتملة، لأن التحول في المصطلحات وفي الخطاب السياسي أو الإعلامي هو يجب أن يتحقق من خلال التنفيذ المباشر على الأرض ومن خلال الإرادة المباشرة على الأرض. وأنا باعتقادي يعني جولة بلينكين الحالية إلى المنطقة وإلى تل أبيب كان من المفترض أن تكون هي جولة نهاية هذه الحرب أو وقف هذه الحرب، لكنه واضح جدا أنها تأتي في سياق إدارة الحرب وليس نهاية هذه الحرب، وهذا هو ربما الإشكال الكبير والذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تسويقه على أنه جهد سياسي دبلوماسي كبير، إلا أنه ما زال في إطار الإدارة للحرب وليس إنهاء الحرب. وبالتالي أنا باعتقادي يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في ظل التحولات في المصطلحات، في التحولات في الخطاب السياسي أو التباين دعني أقول في الخطاب السياسي، إلا أنه ما زال بحاجة إلى موقف وإرادة سياسية فعلية تطبق على الأرض.